كثير فخورة في اللي أسوي، أهلي فخورين فيني، عيالي إن شاء الله في المستقبل بيشوفون أمهم كيف خدمت بلادها في هالفترة الصعبة، كيف نحن اتبعنا قوانين شيوخنا الله يطول في عمرهم، كيف كل مواطن أو وافد اتبع قوانين هالدولة ورفع راية البلاد. هذا واجد أشياء أثرت فينا. صحة شوية بعيدة عن فترة بعيدة ما شفت أهلي من بداية هالمرض، مخلية وايد مسافة بيني وبين عيالي لأنهم صغار، بس عارفة الأيام الحلوة بتجي وبترد ونكون مثل ما أول. فأتمنى من كل واحد نحن نكون ملتزمين بهالشيء اللي نحن قاعدين نحاول نحافظ عليه لمستوى ورفعة بلادنا. وياكم سلمى سعيد الشامسي من الإكس راي ديبارتمنت جا راديوغرافر، ملتزمون يا وطن.